تنزيل عزيز الرحيم يجدونكم الله وثيابنا أمهم غافلون أظهركم على سيوفنا يوم يوم إنا في أعناقكم أحسن هناك الكثير ما يقال حول سيدي عبد الحفيظ القادري، لكن أنا سأتكلم عنه من الناحية الوفاء ومن ناحية علاقته مع أهل الفسي منذ البداية إلى أن وفاته المانية. وأظن بأنه سيدي حفيظ القادري هو شخص خاص، لأنه لا يعرف نهائيا يعني الخروج عن الخط، وعندما يصل إلى الباب المسدود يتوقف. وهذا سيدي حفيظ القادري كان من الأولين اللي كان مع المجموعة اللي بدأت معه كما قال سيدي محمد بعد في مرحلة الانفصال، وكان لعب دور أساسي، لأنه في نفس الوقت يعني مهندس ومكون كما ينبغي، وفي نفس الوقت سياسي عظيم. وما يميزه هو أنه كان عنده علاقة كبيرة مع أهل الفاسي، وعشت أنا في مرحلتين. المرحلة الأولى هي فيما يتعلق ب في المرحلة اللي كان فيها محاولة انقلاب ديال الصخيرات، وكان أهل الفاسي آنذاك في قصر الصخيرات، ووقع ما وقع. المهم بعد ما عاد إلى البيت جاء السي عبد الحفيظ القادري وقال لا يمكن أن يبقى على الفاسي في هذا المكان، هذه الدول في محل اللي يكون فيه سكنة. وبالفعل أخذوه، وأنا كنت أعرف الوحيد ربما من العائلة اللي عارفين المحل، وأخذوه وبقى في بيت أخ سيدي حفيظ القادري اللي كان سميتو أنا ذاك مولاي عمر القادري رحمه الله. وبقى تما واحد المدة ديال يومين أو ثلاث أيام من بعد ما الأمور تبينت. وكذلك ما يمكنش ننساو اللي كان معاه في الرحلة اللي قام بها لإيران والكويت، ثم بعد ذلك عند تشاوشيسكو يعني في رومانيا، حيث هو اللي كان بجانب به في الوقت الذي رفض أنفاسه الآخرة. بالنسبة لسيدي حفيظ القادري كيف ما عرفتو انا بعدا ككاتب فرع ديال الحزب، كان عنده واحد الاهتمام كبير جدا بالشباب، وخاصه اللي يمكننا نسموه التنقيب على الشباب اللي غيدير اللي غيكون خلف، ولذلك كانت عنده واحد النوع ديال المواكبه خاصه لهذا الشباب. بالتالي هو مني نجح سنه 1977 في الدائره ديال يعقوب منصور كبرلماني، ومن بعد شارك الحزب في الحكومه ولا وزير ديال الشباب والرياضه. ملي ولا وزير ديال الشباب والرياضه يمكن نقول على ان الفتره ديال سيدي حفيظ القادري في وزاره الشباب والرياضه كانت فتره متميزه على جميع المستويات. الدليل على ذلك هو ان الجنازه ديال المرحوم اليوم حضروا واحد العديد ديال الجمعيات اللي كتعرف شنو دار سيدي حفيظ القادري، سواء في مجال الشباب او في مجال الرياضه او في مجال المخيمات الصيفيه. بالنسبة للحركة الكشفية، الحركة الكشفية حنا كنعرفوا بأنه الحركة الكشفية في المغرب كانت عندها واحد العناية خاصة حتى من طرف العائلة الملكية، لأنه صاحب الجلالة اليوم كان آنذاك هو الشبل الأعظم، وحنا كنعرفوا اليوم بأنه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد هو الرئيس الشرفي ديال الجامعة الوطنية للكشفية. ومن الأشياء اللي غتبقى مسجلة لسيدي حفيظ القادري
على انه لما كان وزيرا للشباب والرياضه وضع رهن اشاره الحركه الكشفيه المغربيه مركز المرحوم عبد الكريم فلوس في المعموره اللي كاين الان، اللي ربحاته الحركه الكشفيه كمركز قار، لان ديك الساعه كانوا بزاف ديال التجارب، كان الاطلس فيه تجارب ديال التدبير المشترك مع واحد المجموعات وطنيه، وكانت الحركه الكشفيه بالتالي استفدت من هذا المركز الكشفي، لانه كان عنده واحد الاهتمام كبير كما كنقول بحركه الشباب، ولكن الحركه الكشفيه مساله رئيسيه لانها لعبت واحد الادوار كبيره، سواء في المرحله ديال استقلال ديال البلاد، من بعد في المرحله ديال تكوين واحد المجموعه ديال الاجيال، وبالتالي كنعتقد على انه سدح فيض القادري ما قدمه للحركه الكشفيه، لحركه الشباب، ولحركه الرياضه في المغرب غيبقى مسجل له بمداد الفخر والاعتزاز، لانه كان رجل دوله بامتياز، ورجل قرب بامتياز، ورجل اللي يمكن نقولوا الانسان اللي ما غيرته لا مواقع لا مناصب، ظل كما عرفته الى ان وريناه التراب اليوم رحمه الله. بالحق يوم ثنائهم ومواقفه هي التي ستشهد، وهي كثيره وكثيره.